رودولف خولي مهندس معماري مستثمر لمشفى العزيزية معروف بمشفى القسيس سابقا. هذا المشفى بني انتهى بناؤه سنة 1916 وكان مسكون من قبل بيت الأسود اللي أصحاب المشفى، ويسكن فيه أول رئيس بلدية حلب كان فرنسي اسمه دوميني ليار. بعد تعرضه للزلزال اللي أدى للداعي بعد الأحجار من الستارة الخارجية اللي قمنا بترميمها وإعادتها كما كانت عليه، مع شوية زرقة من الداخل للزرقة اللي تأشرت، وعاد المشفى إن شاء الله. الأضرار هي بس الستارة الخارجية اللي كانت متصدعة أثناء صدعت هي بسبب الصواريخ اللي أصيب المشفى سابقا بجرر وتفجير وكذا، فتعرضت الستارة الخارجية لضعضعة خاصة أنها مبنية بتراب قصر من، ومع الزلزال نزلت ونزلت معها شوية أحجار رجعناها. نور الله جركس. طبعا منطقة العزيزية التي شيدت تقريبا في العشرينيات من القرن الماضي تعرضت إثر الزلزال، زلزال شباط 6 شباط، إلى آثار مدمرة. سقطت أغلب شرفات المنازل لأنها يعني منطقة قديمة في العشرينيات، يعني مضى عليها تقريبا 100 سنة. هذه المنطقة تحتوي على فيلا روز الذي أسسها وبناها صبحي كبابي عام 1948، أيضا رأينا فيها تصدعات في القبة وتصدعات في أكثر من جدار. المنطقة القديمة في حلب التي تعد خارج الأسوار نالت نصيبا كبيرا من الزلزال المدمر.